اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج غير مشفر. اليوم حلقتنا راح نضرب بها مثل للشاب العراقي المخلص الى اهله والمخلص الى وطنه. هذا الشاب اللي هو اسمه وعد، لكن يسموه الناس علي. طبعا هذا الشاب يحمل من المعاناه الكثير، فقد كثير من عائلته وبقى استمر بالعمل البسيط، وما بقى له إلا والدته اللي هي أيضا بحاجة إلى معيل بقى يعيلها. يعني أروع الأمثلة ضرب بهذا القصة اللي راح نطرحها عليكم وراح تشوفوها من خلال برنامج غير مشفر. زميلنا رعد رافق هذا الشاب وعد وشاف شنو يحمل المعاناة. خلينا نشوف منو هذا الشاب وشنو يشتغل ووين ساكن. خلينا نشوف. شنو مهنتك بالاساس انت؟ والله هاي مهنتي عصبه. نعم. وعلى الناس الوجوه الطيبه يساعدونه. وهاي ناس صار لنا فتره من السنين. زين، ايش قد عمرك انت علاوي؟ تقريبا من 25 سنه. 25. ايش قد عدد افراد الاسره مالتك؟ الصندوق؟ شغل؟ لا عدد افرادكم انتم كم نفر؟ احنا كنا سبعه. سبع ابناء بس انتشرنا. بدت الحالة من زمان بينا وطشرنا كليتنا. شنو السبب؟ ليش؟ السبب طلعنا من بيتنا، بقوا أختي الصغيرة في ساحة الوثبة قبل سنة 2000، أتذكر كنت صغير، أخذوها من حضن أمي طفلة بالقمار، واستمرت الحالة علينا بعد. واحد بقى ويا أبوه، ابنية الزوجة، اثنين أطفال ماتوا. هذا عدد سبعة، اثنين بنات، خمسة ولد. توفوا؟ ذولاك ماتوا بالبيت القديم. نعم. وطلعنا استمرنا من باقه الطفله وبقينا بالشارع. الطفله وين باقوها؟ بالشارع يعني؟ باقوها بساحه الوثبه. هاي ساحه الوثبه قبل باقوها. نعم. جدي مره على امي قالت خلنا ناخذ هاي الطفله نغسل لها ونرجع لكم اياها. احنا كنا هسه نطلع من الشارع، ظروفنا هسه كنا جاي نطلع للشارع يعني. نعم. اي بعد ما نعرف شنو الشارع جينا نمنا من الحضره القادريه، كانت هاي الحديقه هنا هسه صارت جراج بين المولده، كانت حديقه قبل بين نافوره. استمرنا هنا، هنا الناس وجوه طيبة ساعدونا من المنطقة، وقفوا ويانا، جابوا لنا الأكل، بالمناسبات الناس تساعد الفقراء، الناس يعني ما مقصرة ويا الفقير بهاي المنطقة خاصة من كل طوائفهم. حتى أنت معتمد على نفسك ولاقي لك مصدر رزق؟ أي والله على مود هاي، لأن عندي عمليات تشوه ولادة عندي في جسدي. عندك؟ أي والله، وهاي عندي فولي أبدل كل سنة، كل أسبوع أبدل فولي. اشتري من الشارع الساعدون في مجمع. إيش قد سعر الفولي اللي تاخذه بين فترة وفترة؟ الفولي كل أسبوع أبدله. لاني فوليا الصندل اللي يسمونه اعرف صندل بلاستيكي مال الكلى، مال بصف الكلى، يعني مسوي مكانه صناعيه بصف الكلى. عندك فتحه هنا؟ هسه انا عندي فتحه بالجرح. نعم. هنا ننام بالشارع اعقمها كل الفتره كل اسبوع ادام. يعني هذا هسه انت مفتوحه بطني هذا لحد الان مفتوحه وما صار لها شاره؟ هاي من 2001 لحد الان. تعاني من امراض يعني؟ لا والله سعيد تكون... لا وانزل لا ما تأثر عليك هذه الحالة جسمك لحد الآن واللحمة الطري برا خارج الجسم؟ مو هاي سبب، بداري أمي الله يوخر كل شيء عنه، بداري أمي الله يوخر كل شيء عنه. طبعا بالبداية راح نبدي من اخر كلمه قالها، يقول اداري امي كل شيء ما راح يصير بيه. هذا اروع مثل ضربه الشاب علي او وعد الاسم الحقيقي. بالمناسبه هذا الشاب يسكن هو والدته في مكان لا بالاقضيه ولا بالنواحي حتى يكون بعيد عن المسؤول، في وسط العاصمه بغداد، في وسط العاصمه بغداد بالقرب من اكثر من مؤسسه واكثر من وزاره واكثر من مؤسسه للدوله. لكن العجيب انه ولا اي شخص ولا اي مسؤول التفت لهذه القضيه. خلينا نشوف وعد وين يعني سكن وعد وين. خلينا
خلف هاي الصبات الصبات الكونكريتيه اللي هي بين مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشارع العام. اي والله الناس الخيره قاعدون بهذا المكان وقفون من الضباط من الناس الخيره وقفونا قالوا هذول هنا قدماي من الشيخ وكنا بهاي الشنابر هذا الفرع مال الشيخ كان فيه شنابر فالشنابر فلشوهن فاحد الشنابر كانت غرفتنا. نعم اي حتى هذا بالبلديه خطيه المسؤول ما قبل يفلش مالتنا عافل يعني واحنا فلشنا فيديو وبعدين خلونا ورا هاي الصبه يعني ايش هذا المسؤول يعني ما يصير واحد من يحكي عليه وكان مسؤول البلديه مال المنطقه ما قبل يتفلش شنبر مالتنا. طبعا شفتوا المكان اللي يسكن به بالقرب من الحضرة القادرية عبارة عن صبات الكونكريتية اللي تحمي الحضرة. هذه الصبات الكونكريتية طبعا مفتوحة من الجانبين مجرد سقف النايلون والخشب لا حر ولا برد كله بيأثر عليهم بالحر وبالبرد بس يقولون متعودين. طبعا راح نشوف ايضا والدته وراح نشوف كثير من القضايا لكن قبل ما نشوف هذه الوالدة وشون يداريها وشوف شنو كلامها راح نرحب بمدير الجنسية العام اللواء تحسين عبد الرزاق فليح مدير الجنسية العام. أهلا وسهلا بك. يا أهلا ومرحبا بك. أعتقد شفت حال علي أو وعد. أي نعم هذا نموذج يعني بصراحة احنا تمر علينا حالات يعني لأمراض وهذا ويحتاج أنهم طلع لهم مثلاً مستمسكات. نعم هذا أحد اللي جاي يشوفه قدامنا يومياً. نعم. تعرف مديرية الجنسية العامة تقدم خدمات لكل المواطنين يعني. نعم. الفقير والغني والمتوسط الحال يعني تمر علينا هاي الأمور كلها. هذا أحد الإخوان اللي يمرون علينا يومياً يعني اكو اطفال كل شيء. شلون يعني تتعاملون بهاي شلون تتعاملون ويا هيك ناس يعني والله احنا يعني مستمسكات ما عندهم يعني لا احنا يفتقدون لاي شيء. احنا بالنسبه ان يعني ناخذ كمثل الجوازات لان اكثر المستمسكات المواطن العادي عنده. نعم. جنسيه او شهاده جنسيه ذني. نعم. احنا موجهين ربعنا يقومون بيسوون لهم فد معامله خاصه. طيب بس احنا عندنا الحالات المرضيه هذه تعرف صعب المواطن يعني بسديه او باسعاف تنقله من مستشفى تجيبه الى مديريه الجوازات حتى تطلع له جواز. نعم فهذه احنا عالجناها يعني الحمد لله والشكر او عزت انا الى طيب. الى مدير الجوازات. نعم. انه يطلعون ضباط يزورون المريض الى المستشفى وياخذون بصمه مالته ويرجعون صدر له جواز وندزل اياه. ممتاز. راح نرجع نتكلم عن الجواز وعن الجنسيه لكن خلي نشوف ويانا ايضا الان وعد. نعم تسمعني وعد؟ اي اسمعك. وعد احنا يعني بصراحه شفنا الاجواء اللي انت عايش بيها بس اكو مساله اريد يعني اعرفها لان ما وضحتها يعني باللقاء. شلون فقدت عائلتك؟ فقدنا بسم الله الرحمن الرحيم اولا طلعنا احنا من بيتنا هستونا يعني نجي بدينا للشارع ما نعرف العالم ما نعرف. نعم. انا كنت صغير طفل كل شيء. شلون فقدتوا بيتكم انتوا لو شنو؟ احنا طلعنا من بيتنا. نعم اي طلعنا من بيتنا ما اعرف شلون فقدنا بيتنا والعائله هي طشرت. هذا الكلام قبل سنه ال 2000 تقريبا قبل سنه ال 2000 ما اعرف. نعم. يعني اكثر من 15 سنه صار تقريبا اكثر من 20 سنه صار. زين اي زين وهاي صار جرى وهذا التصوير اللي قدامكم انتم شفتوه. طيب انت فقدت عائلتك يعني شنو وين راحوا؟ هي طشروا بنيه طفله باقوها رضيعة على صدر أمها. والدك؟ والدي عايف نحن من زمان. زين أي أخوانك؟ أخواني واحد يم أبو. زين أسم تقريبا عقله موشي صار يم أبو وأبو هم ذبه. طيب. بالشارع بس الباقين؟ الباقين بنية الزوجة قامت هم تسأل علينا ولا تجي علينا. والأخوان الباقين؟ الأخوان الثلاثة بالقماط شانوا هم توفوا بسبب؟ سبب الحار والامراض يعني الاجواء ما تحملوها الجو. اي نعم. ما ماتوا هو بالشارع هذول. نعم هذول ماتوا هو بزماننا قبل ما نطلع اصلا للشارع كان بيتنا. طيب اي
مشاهدينا الكرام، يعني شفنا الكلام اللي تفضل بيه وعد، لكن خلينا نشوف أم الوعد شلون عايشة وشنو وضعها اليوم. خلينا نشوف. والدتك مريضة على الصدمة، صدمة من أثر فقدان بنتها اللي هي أختك، طفلة صارت بها صدمة وخذوها قبل، أخذوها في مستشفى الرشاد، بعد كهرباء ما كهرباء، وتأذت بالزايد أكثر. زين والدتك زيد عمرها الآن؟ تقريبا ممكن موالد 50 لو أكثر، ما أعتقد، كبيرة هي، الله كبير. على أثر الصدمة تغيرت حالتها، كانت ما بيها شيء قبل؟ لا لا ما بيها شيء، مرة دارينا تحافظ علينا والحد الآن يعني ويانا. ها أمي شونيك؟ ها شنو المغطيته هنا؟ هاي بطانية. ها لعابتها وين؟ لعابتها جيب لنا إياها. السلام عليكم. يعني شوية ترتاح تفكر رمانة نسيها. هسه نجيب لك رمانة شوية، أنسيها الأيام القهرت بيها شوية. يعني هذه اللعابة عندنا هذني خطيه، يعني تفرح من تشوف، تتذكر طفل، من تشوف طفل تفرح اكثر، لان الصدمه صارت بها على مود بيتها الصغيره، وهي وكل ام تظل بالها يعني على امها، على بنتها، على بنتها، على بنها. تكيف من تشيلها هذه اللعابه؟ هي مو يعني تفرح مرات، مرات انا ما موجوده اشوفها، يعني خاله اللعابه لافتها تشوفني تعيفها. زين هذه اللعابة ليش تذكرك؟ تذكرك بيها؟ هلا عرفت أنا أحبها، لكن عندي خالتي ما أعرفها، اللي أنت تعرفه ولا أنا أعرفه، بقت قندرتها الهاي، كانت لابسة ثوب أحمر، هي لابسة ثوب. اليوم أنا ما درت، البارحة درت لها بعد، غطيتها بالبطانية، غطيتها بالبطانية، وبعد الأكل، بعد الأكل نسيتها، نسيت البطانية. نعم. كم واحدة عندك من هذه هسه تعتنين بيهم؟ زيني إيه؟ هي سانت هاي، أطلب منها مرقة، أكل مرقة، أريد أكل محاشي، مثل يقولون أنسى. زين بس أداريهم أغطيهم. تغطيهم وتداريهم أنت؟ إي بالبطانية أغطي. شفنا شلون الوالدة شلون عايشة، وشفنا الوضع شلون هم اللي بيه، ومثل يعني أحب أأكد أنه بوسط العاصمة بغداد هاي الحالة موجودة. طبعاً ويانا أيضاً أستاذ محمد سليم، مدير دور العاجزين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أهلاً وسهلاً بيك. أهلاً وسهلاً، يا مرحبا. يعني حضرتك يعني اختصاص في الرعاية الاجتماعية، ولازم يعني واجبكم المفروض يكون انه كل العوائل اللي محتاجة واللي تحتاج الى رعاية انهم تقومون بالعمل اللازم. شنو رأيك في هذه العائلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحقيقة يشرفني باللقاء مع قناتكم. اهلا وسهلا بك. اللي تبث هي الشغلات يعني بالنسبة للعوائل الفقيرة. احنا بالنسبه لهيش حالات الحقيقه عندنا دور المسنين، نعم، منتشره في بغداد والمحافظات. طيب لكن كيفيه الدخول الى دار المسنين لازم عندنا وفق قانون دور، نعم، رعايه المسنين رقم 4 لسنه 85 اللي يؤيد انه يكون للدخول الى الدار المسن اللي يدخل الى الدار يكون عمره، نعم، 60 سنه بالنسبه للرجال و55 سنه بالنسبه للنساء. طيب ولكن يكون كامل الاهليه يعني سالم من الأمراض النفسية والعقلية حتى يقدر يتعايش مع بقية المسنين. طيب. لأن المسنين الحقيقة هم ناس مثقفين قسم بهم من مختلف يعني الشرائح. محمد ولو أدخل يعني داخل كلامك،
لكن مثل هذه الحالات يعني هو ما يقدر يروح يجوز يعني ما كل لجنة عندكم بحث عن هذه الحالات؟ بلى نعم عندنا نعم. هناك لجنة موجودة بالدائرة اللي هيش حالات خاصة لحالات التسول وغيرها. فالكثير عندنا الحقيقة كانت عندنا لجنة بالوزارة مشكلة برئاسة مدير عام بالوزارة بس أستاذ محمد نعم. يعني للتصحيح هو مو متسول يعني وعد هو بالعكس لحد الآن يشتغل والشغلة شريفة صحيح هي بسيطة لكن بالعكس هذا شرف إله يعني إحنا هيش حالات أستاذ العزيز لكن أيضا هو مواطن عراقي ومن حقه حالة حال أي مواطن ثاني بالنسبة إله هو يعني يرفع يعني موضوعه إلى معالي السيد الوزير حتى طيب. يقدر يخصص يعني شنو العمل اللي راح تقوم به راتب شبكة الحماية الاجتماعية على الوضع الصحي نعم يعتبر عاجز ويأخذ راتب شبكة الحماية الاجتماعية ووالدته وإذا ما والدته ممكن إحنا بالنسبة إن ممكن إحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في مستشفى الرشاد طيب واللي هو أصلا يعني هو مثل ما ذكر يعني حالها إلى مستشفى لكن شاف الحالة زادت عندها من أثر هاي تحتاج إلى جانب صحي نعم. يعني طبيب يعني راح يكون بالشارع برأيك لا مو بالشارع إذا حالت إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية نعم. هو هذا المستشفى المتخصص لهكذا حالات طيب. أما دور المسنين طيب. الدور تختلف يعني طيب. ناس عقلاء نعم أعرف يعني الدار المسنين الحقيقة دار بها مأكل وملبس ومنام ومعالجة طبية وكذلك لهم راتب بالنسبة للمسنين اللي ما عندهم راتب معالي السيد الوزير كان راتبهم 30 سوى 60 ألف وهي مثل هيش حالات بالنسبة للأخ وعد يعني مقابلات معالي السيد الوزير مستمرة 60 ألف بالشهر 60 بالشهر لكن يعني المأكل يوميا 2000 دينار المأكل درجة أولى والملبس طيب. والمنام والجانب خلي نشوف أستاذ محمد خلي نشوف أستاذ كامل أمين الناطق الرسمي لوزارة حقوق الإنسان اهلا وسهلا بك استاذ كامل اهلا بكم يا هلا استاذ كامل بعتقد شفت الحاله او سمعتها وهذا مثل ما ذكرت قبل قليل وارجع اقول انه هو في وسط بغداد هذه الحاله الموجوده ووزاره حقوق الانسان يعني ما شاء الله هي موجوده واحنا نسمع عن اعمال تقوم بها لكن يعني معقوله ماكو ما في يوم شافوا هيك حاله نعم يعني بالتأكيد اليوم إحنا أي مجتمع إذا أريد الناظرة في مثل هذه المشاكل وهذه الحالات إحنا كوزارة حقوق الإنسان صراحة نتعامل مع هذه الحالات بشيء من الخصوصية من خلال وسائل الإعلام من خلال منظمات المجتمع المدني الأشخاص أحيانا يتبرعون يخبرونا عن هذه الحالات وهذه الحالات يعني دائما إحنا نتابعها ونستمر وموجود منها يعني على الأقل خلال هذه السنوات مرت علينا مثل هذه الحالات يعني عديدة نتعامل بها تعرف أنه لا يمكن أنه أن نقوم بمسح العراق جميعا للعراق لا إحنا ما نريد مسح العراق أستاذ كامل مسؤولية طبعا مسؤولية المجالس البلدية مسؤولية منظمات المجتمع المدني نعم. مسؤولية الناشطين والوزارة مسؤولية كل الناس الخيرين إحنا كوزارة نعم. لو استقبلنا هذه الحالة راح نقوم بعدد من الإجراءات طبعا اللي تفضل به السيد مدير قسم العاجزين الكبار هو واضح جدا انه القانون وقانونهم ما يسمح رقم 4 بإيواء نعم واستقبال الحالات المرضية لكن بنفس الوقت فيما يخص الشاب او الابن بالامكان مثلا احنا نساعد هذه العوائل في الحصول على وثائقهم في الحصول على فرصة عمل هم هسه بالشارع هم هسه عايشين يعني استاذ كامل حتى الكلام يكون موضوعي ويكون ذا جدوى يعني هم هسه حاليا ساكنين بالشارع يعني هذا اللي شفته صبات كونكريتيه والهواء يروح ويرجع عليهم اذا كان برد واذا كان حر واذا كان مطر فهم ساكنين بالشارع يعني حقوق الانسان يعني تنظر هذا القضيه باي عين يعني تنظر لها باي طريقه ما لا هو بالتاكيد هو هذا انتهاك لحقوق الانسان لكنه هذا يعني كل المجتمعات فيها مشاكل لحد الآن العراق لا يوجد قانون للرعاية الاجتماعية متكامل نعم. يضمن مثل هذه الفئات في الدول المتقدمة هناك على الأقل دور إيوائية حتى للشباب الغير حاصلين على العمل طيب. يعني فيما يخص الأم أم وعد أعتقد البديل الوحيد إلها أو الخيار الوحيد إلها هو أن ترسل
مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاج. إذا تحسن وضعها بتقارير طبية بالإمكان تحويلها إلى دار المسنين. أما فيما يخص واحد فهو شاب ولحد الآن للأسف الشديد لا توجد برامج لإيوائهم، يعني حتى دور المشردين تويهم لحد 18 سنة. لا هو لا مشرد، هو مو مشرد بالعكس، هو شاب ينقصه. نعم لا بس يعني هو شاب يشتغل هو اللي يعيش في الشارع وبين الصبات. طبعا هذا ينطبق عليه حال المشرد، واحنا عندما نقول مشرد اذا كان عمره 14 سنه و15 سنه وبأمر قاضي وبعد ان تلتقي ب يعني لجنه من الباحثين تسوي في دور الاحداث الخاصه بالمشردين. هي مو سجون تأهله وتعيده، لكنه جيد في وزاره العمل انه بعد ان يكمل ل 18 سنه. يعني استاذ كامل، استاذ كامل انا اشكرك طبعا على كلامك، لكن انا اكتشفت يعني او الواضح من كلامك انه حاليا وزاره حقوق الانسان ما تقدر تسوي شيء مثل هذه الحاله. لا هي اسمح لي، اولا انت عليك ان تعرف ما هي واجبات وزاره حقوق الانسان. وزاره حقوق الانسان تعد تقارير وتنصد الحق وتخاطب الجهات المعنيه، يعني تخاطب وزاره العمل الشؤون الاجتماعية، خاطب مجلس يعني هي مو جهة تنفيذية؟ حتى إذا الموضوع احتاج إلى تشريع أو إلى إيجاد آلية. نعم يعني مو تنفيذي. الإنسان لا تؤجر أو توجد بيوت أو توجد فرص عمل، وهذا مسؤوليتكم بالإعلام يجب أن توصلوها إلى المشاهدين الكرام. ما هو دور وزارة حقوق الإنسان؟ أنا اللي أعرفه الوزارة تنفيذية لازم تكون، مو أنا ما شايف تشريعية يعني. وتؤجر بيوت يعني، لكن تركي المواطن وتساعده وتنسله طريق ياخذ في سياره ويوديه الى وزاره الصحه اذا كان يحتاج، الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه توجهه تساعده وفق امكانياته. يعني كلمه اخيره استاذ كامل، استاذ كامل انا اشكرك بس كلمه اخيره، بامكانكم تزوروا الوعد؟ نعم نعم بامكاننا نزوره، وانا هسه من خلال يعني لو تعطينا العنوان راح نعطيك العنوان دقيق جدا. مجرد يوم انت يوم انت وهذه ملاحظه يوم انت لنا سيده في منطقه الشكوك يعني هذه ضمن نطاق عملي لاداره نفس الاداء وحمايه الحقوق، جاءتنا معلومه من شخص الى الوزاره الى معالي الوزير بوجود سيده قد غرستها كوخ او يعني مثل الكشك الصغير في الشكوك في منطقه الغزاليه بين طريق منطقه الغزاليه بين الكاظميه والغزاليه. ارسلت فريق وفريق نسوي ما عجل في الاطلاع على وضعها ومحاولة معرفة أوضاعها وإقناعها إرسالها إلى دور المسنين، وأنتظر التقرير يوم الأحد يوم بعد بكرة حتى أوصل الإجراءات. وإحنا هم ننتظر ننتظر لو زودتونا أستاذ كامل راح نزودك بكل المعلومات وكل عن طريق الكنترول، وراح يزودوك بكل العنوان والمعلومات الكاملة. وشكرا جزيلا لك أستاذ كامل أمين هاشم الناطق الرسمي لوزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا. سيادة اللواء يعني آسفين أول شيء تأخرنا عليك، لا عادي، لكن سمعت الكلام. يعني مثل هذا الشاب اللي اليوم إحنا حضرتكم لكم علاقة بالوضع الأمني والشباب اللي ما عندهم مأوى، نشوف هذا الشاب ضرب مثل انه ما ترك كل شيء وبقى يشتغل بهذا العمل البسيط وفي سبيل مساعدة نفسه الصحية ومساعدة امه. يعني هو ثاني اللي اكو عبارة يمكن انطلقت من الاخ المتحدث الاخير يقول انه مشرد، انا اللي افتهمت انه الرجل يعمل بالعكس يعمل وعامل صباغ احذية وما امتدت ايده ولا اتجهت اتجاهات اخرى يعني وبعدين اللي افتهمته من الاخوان اللي قبل ما ادخل الاستوديو انه هذا الرجل معتني اعتناء كبير بامه بحيث انه يعتبر هي ضمانه والسد المنيع انه اي شيء يتمرض بيه او يوقع بيه. يعني هذا الرجل هذا الشخص هذا يعني انا اعتبره مثل والله أكيد. للشاب النظيف اللي ياكل خبزته حلال مثل ما يقولون، يعني هذا المفروض قناع الكامل تنمد الايادي وجهه له يشوفوا له مكان يعمل به. يعني هو اذا بس يشوف له مكان يعمل به يمكن هو الراتب ما تقدر ياجر له بيته ويقعد به يتخلص من المكان هذا أكيد. التعبان اللي هذا ما يعني هذا للحيوانات ما يقدر يعيش بهالبرد أكيد. هذا يعني. اكيد اكيد طبعا يعني خلينا نشوف راي الناس حتى الناس تعرف انه راي الناس اللي حوله
لأن أكو البعض يقول مشرد، هو لا، الشاب هذا مو مشرد، والناس اللي حوله هم خير يعني شهادة انطوها على وعد، واللي هم معاشرين من سنين وشافوا شنو عمله وشنو شغله. خلينا نشوف هاي الناس شو تقول عليها. اسألك على علاوي. خطأي هذا مسكين هنا. ايش قص صار له هنا؟ صار له هواي والله. يعني تقريبا. والله صار له هواي. شلون دي يتعايش شلون المنطقة ويا؟ هو العالم تنطيه يعني هل الله قاسمه؟ نعم. اي واحنا همينا يمنا هنا، بس هو خطيه يعني خدوم. خدوم وقنوع، هو قنوع. قنوع وخدوم خطيه يشتغل بهاي على مودي والدته عنده جوا همين. شفنا والدته. اي ولكم مجربي. نسألك على علاوي. اي ايش قصه هنا؟ والله انا صار لي 6 اشهر جيت هنا، انا شفته هنا. هو يقولون اقدم ولاد يعني. هو انا اذا مال هنا بالمحل جاي صار لي 6 اشهر. نعم. بس انا كبرت هنا بسيدنا الشيخ يعني من الطفوله، أنا شايف هذا. شلون طريقة تعامل الناس وياه، طريقة تعامله وياه ويا والدته هو؟ والله يعني هو خطيه يعني أقدر أقول لك بس والدته والله، بس يعني هيك حالتهم تعبانة. أنا أقول لك أسلوبه أسلوب يعني إيش قد يجيني بالليل. متكلم هو وصريح ويا الناس يعني ما عنده أي إشكال. نعم. أي وإنسان واعي هم نفس الوقت يعني. زي المنطقة شلون تعاملهم وياه؟ لا ماكو اي اشكال، بالعكس يعني ما شاء الله، حتى الخدم والحراس اللي بالشيخ يعني تعاملهم زين وياه ويداروه. ده يشتغل في سبيل يساعد والدته يعالجها ويعالج نفسه بنفس الوقت. يعالج نفسه نفس الوقت. زين هذا اللي موجود عنده هو. انتم ما التفتوا عليه في الالتفات؟ انا التفت عليه بس هم نشكل للخيرين. نعم. ما عاد يستجيبه. زين ماكو مفد مسؤول زار الشيخ عبد القادر وشافه؟ ما حد سوى نتيجه. ما حد سوى له شيء؟ ماكو شيء، كل نتيجه ماكو. الشيء الجميل انه يداري امه، يعني ما عرف بمكالمه طالع يروح الى مكانه والى اخره. قال لنا فد عباره، قال انا قلت له الجرح لحد الان. نعم. مفتوحه بطنك. نعم مفتوحه. ليش؟ ايه؟ ما تتعقم؟ قال لي اعقمها بس انا من امه ترضى علي ما ادير بال للجرح. اي بالفعل هاي حقيقه طبعا. يعني أنا من الناس شاهد على هذا الشيء، يسبحها الأمة وينظفها يعني كل يومين، كل 3 أيام، كل 4 أيام. وقلت لك هو من طفولته هنا يعني بمنطقتنا، حتى كانوا قاعدين هم هنا بالمنطقة. نعم. شفنا الوضع وشفنا الناس شنو تقول عليه، كل الكلام الطيب، وكلام حتى اعتقد السيد اللواء كانت اكو كلمات تريد تقولها حول والله كلمات انه هالرجل يعني هالشاب هذا شوف هوايه ايادي امتدت على ناس والمتشدقين قسم بهم بالدين ما نعرف باي دين يقول طبعا، ويجي يذبح ويقتل ويصلخ مقابل المال ومقابل الدين ومقابل مال، هذا ما انجرف وي هاي التيارات اللي ولا اللي ولا امتد. انا هذا اقدره احسن تقدير هو، واشوف العامل البسيط اللي ينظف بالشارع اقول ذولا المفروض نكن لهم احسن الاحترام. اكيد اكيد. طبعا مشاهدينا الامنيه اللي كانت داخل وعد هي الحصول على شهاده جنسيه، والزميل رعد المشهداني رافق وعد الى شهاده جنسيه، وطبعا السيد اللواء هيثم الغرباوي مشكور مدير شهادة جنسية على تعاونه ويا وعد ويا رعد ايضا. وشون تشوف التعاون اللي قام به؟ والله احنا هذا تعرف انه مو توجيهاتي انا يعني كمدير عام الجنسية، لا توجيهات اعلى قيادة في الوزارة. اكيد. يعني انا خبر الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية يخابرنا ويدزلنا ناس يحتاجون المساعدة نقوم لهم، والأبواب مفتوحة، ماكو عندنا أبواب مغلقة في وزارة الداخلية. أكيد. يعني أكيد. لما توصل الحالة إلى مثل الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية
يدز لك ناس يستحقون المساعدة أو شكوى ونعالجها. قد يكون ما يقدر يوصل أو قد يكون المواطن متعرض إلى نصب واحتيال أو مساومات خارج هاي الدوائر ويتوقعها، فدي الأمور صعبة أنه يوصل هاي الدوائرنا. تعرف مديرية الجنسية العامة اللي هي أحد مفاصل وزارة الداخلية، هاي دائرة يعني خدمية تقدم الخدمة المواطن من يوم ولادته إلى مماته، فيراجع لها. فهاي إحنا نقدم الخدمة وإحنا موجهيهم، يعني من يوم اللي صار أكثر من سنتين الثلاثة خلينا حصة في كل دوائرنا لمعالجة الحالات الإنسانية، معالجة الحالات الطارئة، معالجة الحالات اللي قد يكون الإنسان ما عنده إمكانية أو متعرض لنصب خارج دوائرنا. لأن أكثر النصب قد يكون ينصب يقول إنه والله أنا تعرضت لابتزاز في دوائر الجنسية أو في دوائرنا الخدمية، من نجي نحقق بالأمور نلقاها مو من يمنا، معاقبين خارج هذا وقلنا تفهم المواطن ينجرب بيها. حتى نأكد كلامك خلي نشوف رعد المشهداني الزميل المشكور طبعا على اللي قام به مع وعد، وشلون حصل على شهادة الجنسية. علاوي عنده مرض فتحة بطنة، نعم، وده يعاني منه، وأمها صارت في الحالة، نعم، فقدت عقلها، فهو ده يداري بها لحد الآن، نعم، بارك رغم كل شاء هذا ما ده يراجع لمستشفى، نعم، ولا ده يراجع أي شيء. عنده إيمان بالله يقول إذا أغسل أمي ونظفها، نعم، الله ينجيني المرض والتلوث. أكيد إن شاء الله. فهو عنده مستنسخ واحد بس، نعم، اللي هي شهادة جنسية والده، نعم، وعنده جنسية مالته ومال والدته، نعم، فريد يطلع شهادة جنسية إله والوالد. لا بالواجب. بارك إن شاء الله. الله. بارك الله. قمنا بالواجب. هسه أول خطوة اللي نسويها راح. هسه راح نأخذ الاستمارة من أنا. يلا. زيني. نتوكل. هو إلك والوالدتك. والدتك وين هسه حاليا موجودة هي؟ تطلع عقلية والدته. والد إحنا تدري يعني حقيقة، نعم، لازم إلا البصمة يحضر صاحب العلاقة هنا أنا. بس لو تسمح لي. لا خليك. أنا ما أعرف هو بيا منطقة ساكن. هو ساكن بين صبات الكونكريتية للمركز الشيخ عبد القادر الجيلاني. إحنا أنا ما عندي كل مانع، عندي ضابط وياه. بارك الله. لهناك للمنطقة يبصموها وإحنا بالخدمة. بارك الله بك. لا العفو. لا العفو. العفو. يدل. وهذه جنسيتها هي. وهذه جنسيتها بينا صحيح. نعم. زين. نعم. هاي احنا الاجراءات القانونيه احنا لازم يعني نتبعها. انت عودتنا على الطيبات وان شاء الله تكمل جميلك اليوم ان شاء الله. ان شاء الله نبلش ان شاء الله. يتدلل بعد ما يتم تدقيق المعاملة، نعم، ويا المستمسكات الأصلية، نعم، نقوم برفعها كتحقيق للتأكد من المستمسكات أنه مضبوطة وما بها أي إشكال. وراها يأخذها أحد المنتسبين اللي عندنا ويصعد للمدير يعطي موافقة وراها ينفذها. تنتظرها؟ اي والله كنت بس اريد اطلع شهاده جنسيه، نعم، وسبحان الله صارت مفاجاه ويا البرنامج وطلبت منك اي شيء شهاده جنسيه وقلت لي هاي شغله سهله، المدير صديقي وهو كيف يسوي مساعدات، وقلت لي انا اوديك عليه ووديتني عليه، والرجال السيد المدير ما قصر، السيد المدير وكل الشباب وكل الضباط ما شاء الله عليهم كلهم وقفوا جميعا ان شاء الله وهذا الشيء. اللحظات هذا اللي وصل بعد تحتفظ به ما نريده احنا. خلي يمه سلم المعامله. سلم بالضبط. شكرا. شوف طبعا الشهاده خطها بطيء. علاوي استلم الشهاده مالك. شكرا. شكرا لسيد اللواء. الله يجازيك السيد اللواء وجميع الضباط وما قصروا جميعا ما شاء الله عليهم ان شاء الله. انت وانا اشكر حقيقه قناه الرشيد الله يبارك اللي جابوك انه ان شاء الله وساعدوك جميعا.
واحنا حقيقه انا حيل اشكرهم وتعاونهم وياك ويانا. قناه الرشيد هي قناه العائله العراقيه وقناه المقر العراقيين، وان شاء الله يا ربي يمكننا نسوي جزء بسيط لخدمه هذا الشعب. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. علاوي شعورك وانت تستلم الشهاده هسه خلصت؟ يعني شعوري هسه عندي كمواطن عندي شغلات رسميه اقدر امشي بها بالشارع، اقدر هاي خلف الله على الجميع يعني. يعني واحد يا مو عنده ذن ما يقدر يمشي لا بالشارع لا يطب دار وما حد ما فعلا. هي الشهاده هي تثبت عراقيتي. طبعا يعني هاي البسمه اللي انزرعت على وجه وعد ما اعرف، حتى الكنترول فرحه، وقبل قليل كانوا دموع والسيد المخرج يبكي حتى من يقول لك يو هو اكو دموع يعني عنده. يعني ما اعرف ليش المسؤول ما يعني شلون يفكر، ما اعرف ليش ما يجي يساعد الناس. هسه احنا هذا الرجل البسيط لما ساعدنا ايش قد اثر يعني شيء جميل بقلوبنا. وعد تسمعني؟ وعد اسمعك. هاي طبعا شهاده جنسيه مالتك موجوده عندي ما اعطيك اياها طبعا. المفاجاه بصراحه الثانيه انه حتى شهاده جنسيه لوالدتك هي موجوده ايضا، جابوها قبل يعني قبل قليل الحمد لله. بصراحه السيد اللواء هيثم الغرباوي مشكور جدا دزها قبل 10 دقائق تقريبا بعد ما ذهب الى والدتك وبصمها، ويعني ما اعرف شو نقول على سيد اللواء. وشنو رايك؟ انا اريد احكي فد كلمه على حقوق الانسان. تفضل. اولا قال متشرد، احنا ليس متشردين. نعم. فانت جاوبت مكاني واشكرك لك اني. طيب. السيد اللواء بشهاده الجنسيه جميعا. نعم. نعم. حتى لموا لي فلوس من الضباط كلهم. كلهم افتروا على طابقين ولموا لي فلوس وطوني مبلغ من المال وجزاهم الله فوق الشهاده الجنسيه. اكيد قبل ما اطلع كلهم وقفوا لي، كلهم لموا لي فلوس من كل ضابط مبلغ بسيط. نعم. وجميعا جميعا واشكر المفاوض اللي جوا وياي البصم. طيب. هسه احنا خلينا نكون طماعين. لا احنا مو طماعين ان شاء الله. لا خلينا نكون طماعين ما دام يمنا ايضا السيد مدير الجنسيه والجوازات بعد يعني الاستاذ سيد اللواء. احنا حتى نكمل عراقيته فد برا. اي نعم. خلي تفضل يمنا حتى نحاول انه نطلع له جواز بطاقه السكن اول مره، لان يعني تعرف جواز ما عندي يعتمد سكن على. بس هو احنا مشكلتنا انه هذا مو مكان مو عنوان يعني. أي. قاعد بيه شوف شلون نعالجها في كل الاحوال ونصدر له جواز له ولوالدته. قد يكون انه باكر احد الاخوان او جهه رسميه تتبنى موضوعه وتعالجه، لان هو الرجل مريض يعني انا شفته وصحته يراد لها عنايه خاصه حتى تنحل هذه المشكله. احنا علينا الجواز. طيب بس حتى على حسابنا يعني الان الان, نعم. الآن هسه يتكلم وياي السيد رعد المشهداني. نعم. يقول الان السيد الوكيل اتصل ويقول الجواز وبطاقه السكن علينا على وزاره الداخليه. علينا هاي امر الوكيل هو امن. اي ويعني حضرتك شنو تقول الوعد حول هذه القضيه؟ حتى الحلم اللي هو يريده ما يريد فد حلم يعني معجزه، هو رايد شيء وطني يعني. حتى احنا شيء وطني اللي تثبت عراقيته هي المستمسكات الرسميه اللي هي تشمل الجنسية هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية. نعم. وبطاقة السكن اللي ذني يرسمها القانون حتى نصدر له جواز السفر. نعم. احنا امر السيد الوكيل اللي ورد حاليا اذا احنا بدون يعني يجينا يوم الاحد ان شاء الله الصبح ان شاء الله خلال نص ساعة نطلع له عندنا مكتب خاص. أكيد. بحالات الانسان. هلا بيكم وكل المواطنين. احنا هذا المكتب الخاص ما اجاني احد يستحق مساعدة او يستحق حاله طارئه. أكيد. وخلينا هو فعلا مخلينا للحالات الانسانيه والمستعجله وبدون ضغوطات يعني ما نخلي المواطن يفتر ويروح حتى ما يروح يلتجئ لغير اساليب. نعم. ما نحبثها كنا. طيب الرجل هذا يجي يمنا معزز مكرم نسلمه الجواز.
وبطاقة السكن من قبل إياه ويدلل. شو تقول وعد؟ تسمعنا؟ أسمعك أسمعك. وعلى حسابنا الخاص يعني. بعد شو تريد؟ حتى أسمعك. رسوم ماكو بعد شو تريد؟ إن شاء الله أسمعكم وبارك الله للجميع وأشكر السيد اللواء. نعم. وبارك الله على جهودكم جميعا جميعا وكل من وقف ويانا بالحقيقة وبالصح الله يكتب له الحقيقة والصح إن شاء الله وكل طيب. من يحكي على كل مظلوم يقول إنهم مشردين إحنا ليس مشردين إحنا ناس عراقيين إحنا نريد نطلع حقوقنا نريد نطلع أوراق معلومات اللي ولمي أكيد من حقه إيه إحنا من حقه. يعني ما نريد إحنا مو كيف النايمين بالشارع على مدوه يقول متشردين احنا نريد نراجع نفسنا نريد نعم. نطلع اوراق معلومات على مود بلكت نشوف انه فد مكان ونسكن على كل فقير يتمنى هذا الشيء من حقك من حقك اكيد واشكر اذاعه الرشيد واشكر كل المتسبين بالدوله طيب شنو بعد انت تريد يعني غير الجنسيه والهذا ان شاء الله حتى مكانك احنا راح نحاول نتصل بأكثر من جهة ويا ريت أنه يسمعون الجهات المسؤولة حتى يوفروا لك على أقل مكان أو عمل مثل ما تفضل اللواء أنه هو العمل أكيد إذا وفر له المال وتوفر له المكان العمل هو يقدر يأجر بيت يعني إحنا ندعو يعني من خلال قناتكم نعم. العزيزة واللي فعلا هي سباقة في رصد هيك حالات نعم. يعني من خلالكم أنه يشوفوا له في المكان يعمل به هو شاب صحته زينه بس اول مره يراد العلاج لان انا شفته الولد مريض يعني الشاب نعم. مريض يعني شفته مريض يحتاج لعلاج وعمل والعمل هو يغنيه على المكان هذا يروح ياجر يعني ياجر له بيته ويقعد بيه او الدوله تتبنى له بيت يعني الدوله نعم. عندها قفزات بهذا الجانب يعني ان شاء الله طبعا الان ايضا اجانا يعني عاجل اخر العاجل الآخر ووعد أكيد رائدة تسمع أنت السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي يأمر بعلاج وعد على نفقته الخاصة شكرا للسيد الوكيل الأقدم شكرا. على هذه المبادرة شكرا للسيد الوكيل شكرا وجل الحضرواني شفته حتى صلى بالحضرة القادرية ما شاء الله أي شكرا نشكر شكرا جميعا إن شاء الله هو راح يقوم يعني على نفقته الخاصة بعلاجك طبعا مشكور احنا نتمنى من المسؤولين انه دائما يتفاعلون ويا هذه القضايا المهمه اللي هي تمس المواطن يعني والله هي مو غريبه على السيد الوكيل الاقدم يعني حالات الانسانيه دائما يرصدها ويتابعها شخصيا يعني يعز نعم. الى المدراء ولا هذه يتابعوها واحنا طبعا نعمل في نفس يعني الوكيل الاقدم في وزاره أكيد. الداخليه يعني اكيد احنا نتمنى كل المسؤولين ليش يقول أكثر تلفوناتي هي مساعدة المواطنين يعني تنعرض عليه يعني أكيد. أكيد. في مرة من المرات أنا يعني أحد المصابين اللي الأبطال اللي تصدوا الحالة إرهابية نعم. إنه زرت للمستشفى طلعت له جواز بالمستشفى بارك الله يعني أوعز إلي رحت هناك بارك الله يعني مو غريبة على السيد الوكيل أقدم في وزارة الداخلية خلي نسأل أستاذ محمد تسمعني أستاذ محمد نعم يعني أسأل وزارة الداخلية اليوم فعالة جدا ويانا ويا القضية وأعتقد متفاعلة ويانا شنو راح تقدم وزارة يعني العمل والشؤون الاجتماعية شنو راح تقدم لهذا الشيء؟ والله موضوع الأخ وعد راح نطرحه على معالي السيد الوزير حتى يشمله براتب شبكة الحماية الاجتماعية وإذا يريد يدخل في دار المسنين أيضا نطرح المعالي السيد الوزير استثناء يعني. من شرط العمر بالنسبة إليه. هو يدخل دار المسنين؟ اي اكو يعني قرار رقم 9 سنة 2010 استثناء لمعالي السيد الوزير دخول مثل هكذا حالات. احنا ما نريد ندخله بدار المسنين لان هو ما يريد هو يريد يبقى يشتغل بس راتب شبكة الحماية الاجتماعية نعرضه على معالي السيد الوزير ويجينا الى دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة نعم ونطرح هذا الموضوع احنا راح نجي وياه اكيد يعني واحنا حاضرين يعني زميل رعد جاهز السيد معالي السيد الوزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحقيقة نعم يتعاطف مع هكذا حالات وعنده لقاءات مستمرة يعني ان شاء الله بالحلقات القادمة الحلقات القادمة ان شاء الله نقدر نشوفه عنده راتب والله ان شاء الله خلي يجينا يوم الاحد ان شاء الله ونعرض حالته الى مكتب معالي نعم. السيد الوزير لا ولا احد عنده موعد بالجنس خلي على الاثنين او الثلاثاء اي يوم يعني اي يوم يجي احنا حاضرين ان شاء الله احنا راح نجي وياه
وطبعا نشكرك شكر جزيل استاذ محمد سليم مدير دور العاجزين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإذا عندك كلمة أخيرة بإيجاز يعني. الحقيقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سباقة لهكذا حالات، ولكن احنا تشتغل وزارة العمل وفق كل دائرة لها قانونها الخاص. يعني بالنسبة لدور المسنين عندنا قانون يخلي يعني يشكل ترتيب أو نظام أو سياق عمل بالنسبة لدور المسنين. نعم. بالقبول يعني الحالات الكثيرة اللي نشوفها بالشوارع الحقيقة. نعم. هناك لجنة مركزية حتى تكون على علم يعني قناتكم السباقة في الشغلات، يعني هناك لجنة مركزية الحقيقة شكلت بالوزارة لرصد هكذا حالات. طيب. بالنسبة لحالات التشرد والتسول لغرض جلبهم إلى دور المسنين. ممتاز. وعرض الخدمات اللي تقدمها وزارة العمل من خلال هذه الدور في بغداد والمحافظات. إذن أستاذ محمد سليم، ولكن بس دقيقة. نعم. الوقت يعني هناك هؤلاء الناس طبعا يرفضون الدخول في هذه الدور. ليش؟ لأنه هذه الحالة مال التسول مالتهم تجلب لهم أكثر مادة، بينما يعني دور المسنين تكسب كرامة يعني كرامتهم وعزهم ومأكلهم وملبسهم ومنامهم ودوائهم كله على الدولة، بالإضافة إلى راتب. أرجوك أستاذ محمد، يعني أنا آسف أقاطعك، لكن شكرا جزيلا لك وعلى مشاركتك اليوم ويانا بهذا البرنامج. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سليم. طبعا سمعنا، ان شاء الله يتحقق اللي يريده، انه راتب ان شاء الله يكون له. استاذ يعني سياده اللواء، اريد كلمه من عندك. يعني احنا مثل ما تعرفون انه وزاره. نعم. الداخليه بالاضافه الى انه هي اهتمامها الكبير بالجانب الامني ابدا ما غافله على الجانب الخدمي. نعم. يعني من اهتمام المسؤولين بها، من اهتمام الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية. نعم. يعني بالعكس احنا جاي نمشي بخط متوازي بخدمة المواطن، بالإضافة شنو إلى تقول للمسؤولين حول قضية وعد آخر شيء؟ والله هو اكو جوانب المفروض يعني احنا ناشد وزارة الصحة. نعم. انه تهتم بوضع الصحي، حتى لان هو شاب بعده في مقتبل العمر يعني، وبعد وراء عمر طويل يعني المفروض يعني هو قادر للعمل، بدليل انه حاليا يعمل ما مد ايده ولا أكيد. تشرد ولا كان متسول. نعم. يعني هو الرجل. نعم. جاي يعمل، ولذلك عنده كرامه وعزه نفس. فاني اشوف انه وزاره الصحه انه تشوفه، والوزارات الاخرى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه غير وزارات توجد له عمل حتى ياكل الخبز بحلال، انه يعني من هذا الباب انه من خلال قناتكم اشوف انه. واحنا ايضا بصراحه نشكرك ونشكر حضورك اليوم ويانا. بالعكس بالخدمه. وحضرتك ندري عندك التزامات كثيره، لكن يعني هذا وجودك دليل على اهتمامك يعني بهذه الحاله. شكرا جزيلا وبارك الله بكم في رصد هيك حالات. واحنا كمديريه الجنسيه العامه يعني احنا دائما ابوابنا مفتوحه ان شاء الله الكل حاله مثل هذه الحالات ان شاء الله. اذا شكرا جزيلا مدير الجنسيه العامه اللواء تحسين عبد الرزاق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نرجع الوعد. نعم. وعد تسمعني؟ نعم اسمع. صراحه هو وقت البرنامج تقريبا انتهى، لكن اريد اشوف شنو كلمتك الاخيره. كلمتي الاخيره احنا مو متسولين اولا ولا. نعم. متشردين. نعم. احنا قاعدين ببيت صغير وكاسبين بدينا العمل وناكل خبزة الحلال وما مادين يدينا من واحد حتى نصير. طيب. متسولين. طيب. ايوه احنا نتمنى هذا الشيء. اكو مسؤول بالدولة يقدر يساعدنا على علاجنا، علاج البطني وعلاج الوالدتي. هذا اجاك العلاج بعد للتعب. احنا دار العجزة ما نريد دار العجزة ولا. نعم. مستشفى. أكيد. الرشاد، هذا الشيء مرفوض لان احنا مو متسولين. اكيد. احنا ناس جاي نعمل بهاي ايدينا واحنا معوقين بهذا الشيء. يعني وعد انت اول شيء بصراحه بتشيتنا، وبعدين هسه الان بصراحه فرحتنا، وان شاء الله وزاره الصحه ايضا تنظر لك بالقضيه. ما يحتاج وزاره الصحه الوكيل الاقدم في وزاره الداخليه تبنى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انت ما تحتاج. ان شاء الله وان شاء الله الراتب ايضا يصير. مشاهدينا الكرام، نشكر وعد على المشاركة اليوم ويانا، ونشكركم على تواصلكم، ونشكر كل من تفاعل ويا هذه الحالة. وبصراحة بالبداية بكينا، لكن الآن أكو أمل
ونشكر زميل رعد المشهداني على مشاركته بهذا البرنامج الفعالة، ويعني من مرافقة الوعد إلى حصوله على شهادة جنسية وإن شاء الله على جواز، ونقول في مال الله. والدته والله بس يعني الشيء الجميل أنه يداري أمه، يسبحها الأمه وينظفها يعني كل يومين كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام. مو هاي سبب، بداري أمي الله يوخر كل شيء عنه، بداري أمي الله يوخر كل شيء عنه.